بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، هذا علاج كامل متكامل بإذن الله تعالى، والالتزام به سينفع كثيرا إن شاء الله تعالى، والله الموفق لكل خير. وهذا هو العلاج: أولا، تأخذ كيلو جرام من العسل الصافي و150 جرام من حبة البركة السوداء، ثم تطحن الحبة السوداء جيدا، ثم تضع العسل على النار حتى يغلي قليلا، ثم تنزع الرغوة التي تخرج من العسل، وبعد ذلك تخلط العسل مع الحبة السوداء خلطا جيدا، ثم تقرأ عليه ما يلي: سورة الفاتحة وآية الكرسي وسورة ألم نشرح لك صدرك وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، كل منها 7 مرات. ويجب أن تكون القراءة بنية الشفاء مع الوضوء حتى تحصل البركة في العسل. ثانيا، تكتب هذا الحجاب على نسختين، ويستحب أن تكون الكتابة بالزعفران وماء الورد مع المسك، فإن لم يتوفر فبأي قلم لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وبعد الانتهاء من الكتابة، نسخة تحملها معك، ونسخة توضع في إناء به ماء، ويقرأ ما كتب في الحجاب على الماء أيضا، بالإضافة لقراءة سورة ياسين 3 مرات، ثم تشرب من الماء 3 مرات كل يوم بنية الشفاء. وهذا هو الحجاب الذي يكتب ويقرأ على الماء: سورة الفاتحة، آية الكرسي، الآية 285 و286 من سورة البقرة، من أول آمن الرسول إلى فانصرنا على القوم الكافرين، الآية 61 من سورة الأنعام، من أول وهو القاهر فوق عباده حتى وهم لا يفرطون، الآية 57 من سورة هود، من أول فإن تولوا فقد أبلغتكم، إلى إن ربي على كل شيء حفيظ، الآية 64 من سورة يوسف، قال هل آمنكم عليه، إلى وهو أرحم الراحمين، الآية 11 من سورة الرعد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، إلى وما لهم من دونه من وال، الآية 32 من سورة الأنبياء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، الآية 17 من سورة الحجر، وحفظناها من كل شيطان رجيم، الآية 7 من سورة الصفات، وحفظا من كل شيطان مارد، الآية 12 من سورة فصلت، من أول فقضاهن 7 سماوات حتى ذلك تقدير العزيز العليم، الآية 21 من سورة سبأ، من أول وما كان له عليهم من سلطان حتى وربك على كل شيء حفيظ، الآية 6 من سورة الشورى، والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، الآية 4 من سورة قاف، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، الآية 20 و21 و22 من سورة البروج، والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، الآية 4 من سورة الطارق، إن كل نفس لما عليها حافظ، الآية 7 من سورة الصفات، وحفظا من كل شيطان مارد، ثم تدعو بهذا الدعاء: اللهم يا حافظا لا ينسى، ويا من نعمه لا تحصى، ويا من له الأسماء الحسنى والصفات التامات العلى، أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ عبدك وابن عبدك وابن أمتك فلان ابن فلانة بما حفظت به الذكر، فإنك قلت وقولك الحق، الآية 9 من سورة الحجر،
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشفه بشفائك الذي لا يغادر سقما ولا ألما إلا أزاله مع البركة في عمره، يا من قال وقوله الحق. الآية 14 و15 من سورة التوبة. من أول: قاتلوهم يعذبهم الله، حتى: والله عليم حكيم. الآية 57 من سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الآية 69 من سورة النحل: من أول: ثم كلي من كل الثمرات، حتى: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الآية 82 من سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الآية 78 79 80 من سورة الشعراء: من أول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. الآية 44 من سورة فصلت: من أول: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا، حتى: أولئك ينادون من مكان بعيد. الآية 29 من سورة الفتح: من أول: محمد رسول الله، حتى: وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الآية من 1 إلى 6 من سورة الحديد: من أول: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض، حتى: وهو عليم بذات الصدور. الآية 21 22 23 24 من سورة الحشر: من أول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، حتى: وهو العزيز الحكيم. سورة الشرح كاملة: من أول: بسم الله الرحمن الرحيم، حتى: وإلى ربك فارغب. وسورة الإخلاص، وسورة الفلق، وسورة الناس، ثم تدعو بهذا الدعاء: اللهم ادفع جميع الأمراض والأسقام والأوجاع والعلل والبلايا النازلة من السماء والخارجة من الأرض، والخوف والفزع والوساوس وعوارض الجان وطوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير، والسحر والربط والأرق والقلق والعين والحسد، عن عبدك ابن عبدك فلان ابن فلانة، واحفظه وشافه وعافه، وادفع عنه الأذى بحق هذه الآيات والأسماء، وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبحق الاسم الأعظم، وبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، طب القلوب ودواؤها، وعافية الأبدان وشفاؤها، ونور الأبصار وضياؤها، وعلى آله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله، يا شافي يا معافي يا كافي يا الله، يا مجيب الدعوات يا الله، والحمد لله رب العالمين. ثالثا: يجب عليك أن تحافظ على هذه الأذكار والإكثار منها لمدة شهر كامل دون انقطاع. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الآية 19 و20 من سورة إبراهيم: من أول: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إلى: وما ذلك على الله بعزيز. تقرأها 10 مرات بعد كل صلاة.
وأخيرا سورة ألم نشرح لك صدرك 7 مرات صباحا ومساء. وأسأل الله تعالى أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، ولا تنسون من دعوة صالحة في ظهر الغيب. اللهم انفعني وإياكم بما قدمت، اللهم اجعل عملي هذا من العلم الذي ينتفع به بعد مماتي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.